كاين صالونات الحلاقه والتجميل اللي كيستافدوا بالكليكو ديال السلاح الصغرى وكونوا مقاولات ديالهم وضربوا الجمعيات وكيشغلوا الناس. اذا ما خصناش اننا نسالهم هما ونقولوا بانهم جاء بهم من صالونات التجميل او الحلاقه، لان هذا غادي يكون ضرب واحد الشريحه ديال النساء اللي هما يشتغلن بشرف وبكفاءه وكيوفروا واحد الاخر وكيستافدوا من قوهم. حنا كنشوفوا مع الابناء وكذا كياخذوا سلفات صغرى وكاين هاد اللي مرات كرموا بانهم خلقوا واحد المقاولات. اذا الا كانوا هما هاد الناس نتاع صابون الجمال والحلاقه هادو راهم فاعلين حتى هما عندهم هاد، يعني ما غاديش حنا نشوفوا فيهم واحد التمييز ضدهم بانهم جاء بهم او كذا او كونوا جمعيه. حقهم يكونوا جمعيه ويكونوا حقهم يخاطبوا في الاحزاب، وهذا يعني غير باش نكونوا باش ما يقولوش علينا حنا راه حنا كذا فواحد المستوى معين. حتى هادوك راهم شريحه من الشعب المغربي اللي كيخلقوا. بسم الله من صالونات التجميل ما كنقصدش السيدات اللي كيديروا التجميل، غير باش نكونوا واضحين. وانا ماشي ضد العمليه ديال التجميل، انا كنقول بان كثير من النساء ما متسوقينش القضايا ديال الشعب كل مره، كنلاهي غير بلاصه. هذا هو اللي بغيت نقصد بجيء بهن من صالونات التجميل، ما مقطعش الصباط ديال الموديلات مع شنو اطوال وما وهذا الشيء ما كنتوش بالمرة. لذلك كنت هما انا ما فاتتش الاشخاص، ما تكلمش على على اشخاص اللي كيمارسوا بهذا، انا كنتكلم على السياسيات الغير مهتمات بقضايا الشعب. هذا هو اللي قصدته. شكرا استاذ.